بسم الله الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا الله بالصف الثاني الثانوي. رقم الأستاذ زاد شرح بسيط قال له نزيه. إن شاء الله مستمرين معك في حل مجموعة من امتحانات نهائية للفصل الدراسي الأول عام 2022 من كتاب جامعة عام 2022، تحديدا هونج كونج أسسمنت بوكليت كتيب التقييم المستمر. وصلنا لبراكتس تيست 3، وده كده برضو امتحان من امتحانات الورك بوك، ولكنه موديفايد معدل زي ما قلنا علشان يناسب مواصفات الامتحان الجديدة بتاعك. بدايتنا على بركة الله بسم الله على صفحة 122. بسم الله على بركة الله نبدأ. أول مش فوز أقول لك فاير فايترز هاف تو، اللي هم الإطفائيين رجال المطاف يعني، يتحتم عليهم إيه يا شباب؟ كويكلي وين ذير إز أن إمرجنسي، بسرعة عندما تكون هناك حالة طارئة، ربنا يعافينا طبعا. ساي يتنهد، ديفايد يقسم، بيرسويد يحث أو يقنع، ولا رياكت تكون لهم ردة فعل يعني يستجيبوا. لازم يستجيبوا بسرعة ويكون عندهم ردة فعل سريعة جدا لما يكون في حالة طارئة، ربنا يعافينا جميعا. نقول لك فيها This cave، هذا الكهف، is very dark، مظلم جدا. Does anyone have a، حد فيكم معاه ايه بقى؟ معاه sword، سيف، ولا post اللي هو البوست انت بتعمله على النت، ولا torch، بطارية، ولا frown، فرام بمعنى يكشر ويبقى كده يعني تعبيرات على الوجه بتبقى مش كويسة. لا، يبقى حد معاه تورش، بطارية، لأن هي اللي بتضيء الظلام. ابتدى بقول لك فيها if you are rude to someone، لو أنت بتتكلم مع حد بطريقة رود. رود هنا يعني كلمة وحشة أوي، رود بمعنى وقح يعني. You should إيه؟ لازم إيه؟ apologize تعتذر، ولا perform يؤدي، ولا shelter بمعنى مأوى، ولا deceive يخدع. طبعا طالما انك انت اتكلمت مع حد بطريقه مش كويسه يبقى you should apologize تعتذر له، اجابه صحيحه في الجمله رقم 3. 4 بيقول لك فيها in their game، في اللعبه بتاعتهم. Some of the children، بعض الاطفال يعملوا ايه بقى؟ To be animals، وهم بيلعبوا بعض الاطفال ايه بقى؟ ان هم يكونوا حيوانات. Rewarded كافأة، did فعل، pretend تظاهرة، تظاهرة مش معناها عمل مظاهرات، تظاهرة معناها انه عمل نفسه كذا يعني. ولا logged بدأ، لا الاطفال pretend to be، يقول لك انا هبقى مش عارف اسد، واحد يقول لك ايه ده انا هبقى مش عارف كده، هذه الحاجات دي. طب نروح لجملة رقم 5، واللي بيقول لك فيها يوبا جايب الفراغ sit on that wall، انت كذا، انك انت تجلس على هذا السور. ماشي، طيب سور it is dangerous، ده خطر جدا، يبقى بيقول له اكيد ايه، اكيد بينهاه، بيمنعه، مش حاجه خطر. ينهاه بmustn't، ولا بdon't have to اللي بتمثل عدم ظروف الحاضر، ولا must بالاثبات، ولا had to كان يتحتم من فعل شيء معين في الماضي عشان كده عمله. لا، بما ان دي حاجه خطيره وبينهاك عنها يبقى يقول لك you mustn't sit، ما تقعدش، ممنوع تقعد هنا، ليه؟ المكان ده خطر. ستة بيقول لك فيها the students all feel، كل الطلبة شاعرين بإيه؟ now الآن، that the exams have finished، الامتحانات خلصت الحمد لله، شاعرين بإيه بقى؟ the happiest، الأكثر سعادة، تفضيل صفات بقى، happier كده هو، دي مجرد مقارنة، ولا more happy، طبعا مش تنفع خالص إن صفة happy صفة قصد مقطع، و happiest تجيب لك تفضيل صفة بس من غير the. الطلبة حاليا شاعرين هم happier، أكثر سعادة. الله، طب يا مستر أنت بتقارن الموقف ده بايه؟ مش بيقول لك ان الطلبه الان يشعروا بكذا، يبقى ده معناه ان هم كان عندهم شعور قبل ده ودلوقتي عندهم هذا الشعور، يبقى خلاص انت بتقارن موقف حالي بموقف سابق، يبقى انت محتاج مقارنه صفه، خلاص وده متحقق في الصفه هابير، اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 6. سبق لك فيها ان ذا فيوتشر، في المستقبل، اي ثينك، اعتقد ان احنا ايه؟ ايه يا عم بتحطنا ايه يا عم؟ الكتريك كارز، السيارات اللي بتعمل بالكهرباء. طيب ده بيتكلم عن المستقبل وبيتكلم عن حدث هيكون مستمر في هذا المستقبل، تمام، يبقى انت كده محتاج ايه؟ محتاج مستقبل مستمر. طب هل ده موجود في درايف؟ ده مصدر، بي درايفنج، بي وراها جيرند، ولا ويل بي درايفنج، ويل بي زي الموظف في زي ده، ده مستقبل مستمر، ولا درايفنج ار درايفنج مضارع مستمر؟ لا، انت محتاج مستقبل مستمر وده متحقق في ويل بي درايفنج، اجابه وحيده صحيحه. تمام، اللي بقول لك فيه احمد فيلز ال اند وشز، احمد دلوقتي في الوقت الحاضر يشعر بانه مريض وبيتمنى ايه؟ خد بالك من وشز كده، هو بيتمنى تغيير الحاضر، صح كده؟ تمام، بيتمنى تغيير الحاضر اللي هو عليه، تمام، بندمه على حاجه معينه حصلت في الماضي. ليه؟ لانه جايب لك ايت ان انا تصريف ثالث، سو ميني سويتس، يبقى دلوقتي يا احمد تعبان، فبيتمنى ان الحاضر اللي هو عليه يتغير، ماشي، وندمان على حاجه عملها في الماضي.
ندموا على شيء في الماضي يخلي الجملة محتاجة إنها تكون ماضي تام، مثبت أو منفي حسب اللي قدامك. ده كل بونبون كتير، يبقى هو ندمان إنه كل، فبيقول يا ريتني ما كلتش، يا ريتني ما كنت كلت زي ما بيقولوا، اللي هي ماضي تام بس هيحتاج إنه يكون منفي. التصريف التالت ده هو اللي فرق معايا، خلاني رحت لفكرة إيه؟ فكرة الماضي التام. طبعا الجملة هتبقى منفية هنا أهو. أقول هازنت دي بتاعت المضارع التام المنفي. didn't دي ماضي بسيط منفي بس حتى مش تنفع وراها تصريف ثالث. want مستقبل، وهادنت الماضي التام المنفي اهي. هادنت مع ايتن تديني ماضي تام منفي، لانه صاحبنا ده احمد ده نادم على ما فعله، بيقول يا ريتني ما كنت عملت ده، اللي هو ان هو اكل بونبوني كتير. تسعة بقول لك فيها the teacher asked students to cooperate together too. المعلم طلب من طلبته ان هم يتعاونوا علشان يعملوا ايه؟ a certain task، بمعنى مهمة محددة. طيب form المعنى الحرفي لها يشكل، reform يعيد تشكيل، perform يؤدي، وinform يعلم يعني تدي حد معلومة تعليمات. المعلم طلب من طلبته ان هم يتعاونوا علشان يؤدوا يا شباب، يبقى perform ان هم يؤدوا مهمة محددة. جملة 10 بقول لك فيها the athletic heart center، اللي هو بيقولوا عليه مركز الطب للرياضيين، وده مركز متخصص في تحديدا الكشف الطبي على قلوب الناس اللي هم شغالين في مجال الرياضه، الرياضيين عموما في اي مجال من مجال الرياضه. تمام، ماله المركز ده؟ جايب لي فراغ هاف ذا بيست تكنولوجي، في احدث تكنولوجيا او افضل تكنولوجيا تو تشيك اثليتس هارتس، علشان يعمل فحوصات لقلوب الرياضيين. طيب نقول ايه بقى؟ ماست ولا هاد تو ولا دازنت هاف تو ولا نيدنت؟ هنقول ماست هاف. يعني ماست هاف؟ يجب ان يكون به او يكون لديه. طب ليه ما خدناش هاد تو؟ بتتكلم في فكره ايه؟ شيء كان من الواجب فعله في الماضي. لا احنا مش بنتكلم عن الماضي، بنتكلم عن الحاضر. طب doesn't have to تفيد النفي وعدم ضروره في الحاضر، ولا need انت اللي برضه بتديني نفس المعنى فكره عدم ضروره في الحاضر؟ لا ده انا بقول لازم ان مركز القلب ده يكون فيه احدث التكنولوجيا. 11 بقول لك فيها ونحركها معاك كمان شويه عشان نشوف منها العنوان اللي بتاع ده، رقم الصفحه اللي احنا شغالين عليها وناكدها معاك، وتبقى جمله 11 كمان واضحه اكتر. There will be almost 10 billion people in the world by 2050. بيقول لك بحلول العام 2050 عدد سكان العالم يوصل ل 10 مليار، 10 بليون دي معناها 10 مليار، تمام. So we will have to increase food، ولذلك هيتحتم علينا ان احنا نزود ايه اللي في الطعام؟ by about 70% بنسبة 70%. طيب reduction جاي من reduce بمعنى يقلل. طيب protection حماية، production انتاج، و construction بمعنى تركيب او صياغة. احنا محتاجين نزود food production انتاج الطعام. 12 بقول لك فيها محمد عبد الوهاب، وده بيقول لك ده طبعا لاعب كرة الله يرحمه، توفي في العام 2006 الله يرحمه. بيقول لك محمد ابو همال بقى to be very healthy، كان صحته حلو before having a heart attack، قبل ما يجي له ازمه قلبيه في العام 2006 ويتوفى بسببها الله يرحمه. طيب نقول ايه؟ meant بمعنى عنا او قصد، supposed افترض، seemed بدا، ونون عرفة. محمد عبد الوهاب seemed to be، كان يبدو عليه، كان شكله كويس، لانه طبعا كان في عز الشباب الله يرحمه، لكن اراد الله بهذا والله يرحمه. طيب تاتش بول فيها messaging language، اللي هي لغه اللغه بتستخدمها انت في الرسائل الالكترونيه بتاعتك. isn't suitable in، مش مناسبه في ايه بقى؟ ايميلز. ما هي اللغة اللي انت بتعملها في المسج مش مناسبة في ايه؟ informal غير رسمي، ولا friendly اللي هي اللي هي بتاعت الاصدقاء والحاجات دي، ولا formal رسمي، ولا forming بمعنى تشكيل او صياغة. لا، formal emails اللغة بتاعت المسجز اللي انت بتبعتها لاصدقائك ما تنفعش لو انت بتعمل ايميل رسمي، يعني الاختصارات والايموجيز والدنيا بتعمل ما تنفعش معانا في الايميل الرسمي خالص. ابلش بقول لك فيها I was locked، انا احتجزت. تمام، احتجزت my house منزلي. I had left my keys at work، انا سبت المفاتيح في الشغل. يبقى هو كده بره البيت ولا جوه؟ هو كده بره مش قادر يدخل. فاحتجز فين بقى؟ in ولا out of ولا out بس ولا into؟ انا عايز out of. ليه يا عم؟ لان out لوحدها ما ينفعش تيجي بالصياغه دي، لازم اقول out of، خارج كذا، خارج منزلي، ما ينفعش out تيجي لوحدها، محتاجه حرف جر وراها. خلاص جملة فيها وار جوينج تو، احنا سوف. واضح جدا الصياغه اللي قدامك فيها مستقبل ومعمول ب جوينج تو. تمام،
لانه بيتكلم عن حاجه بيخطط لها، حاجه عندي نيه ليها. Today because my father was promoted. لاني والدي تم ترقيته، يبقى هم بيخططوا لهذا الشيء. يبقى to compete يتنافسوا، ولا complete يكمل، ولا celebrate يحتفل، ولا construct بمعنى يشيد، لهم يحتفلوا مش باباهم اترقى، يبقى celebrate اجابه واحد صحيح. الجمله 16 بيقول لك فيها شهاب traveled by train، شهاب سافر بالقطر. خد بالك من الحته دي، even though برغم انه هي باي كار، عايز اقول لك ان هو عمل حاجه بطريقه ما، برغم انه كان ممكن يعملها بطريقه تاني. هو سافر بالقطر لكنه كان ممكن يسافر بايه؟ بالعربيه. يبقى انت كده عايز الصيغه اللي بتقول ان هذا الشيء كانت لدى هذا الشخص كانت لديه فرصه فعل شيء معين في الماضي بس بمزاجه ما عملهوش. هي ثوت ات وود بي سيفر، لانه كان معتقد ان ده اكثر امانا. يبقى مين بقى الصيغه دي؟ انت كده عايز كود هاف تصريف ثالث. يبقى نقول هات تو ترافل، كانت حتى مع انه سافر بتشير الى ضروره في الماضي. هاز تو ترافل دي ضروره في الحاضر. كود هاف ترافلد، كان من الممكن فعل شيء معين في الماضي لكنه ما عملهوش. couldn't have traveled بتتكلم فكرة استنتاج في الماضي بعدم الحدوث. انا عايز ايه؟ could have traveled اجابه واحده صحيحه. اتحرك شباب مع صفحه 123 عشان نكمل الامتحان بتاعنا، وهنوصل للقطعه وبتتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي تعلم اللغه الانجليزيه تحديدا. وبيقول لك فيها ان لما تيجي تتعلم اللغه الانجليزيه تحديدا لازم تاخد بالك وتتذكر وتضع في اعتبارك ان اللغه دائما في حاله تغير مستمر. ليه؟ لاني بتمر باللغة فترات فيها مثلا احداث مهمة، امراض لا قدر الله تظهر، اختراعات تظهر، فهتلاقي مجموعة من الكلمات تلاقي نفسك بتدخل اللغة غصبا عنك. يعني مثلا من امثلة الكلمات انا حاطط لك عليها علامات اهي عشان تبقى ظاهر، امثلة الكلمات داخل اللغة الانجليزية كلمة unfriend، واللغة دي بدأت تظهر مع السوشيال ميديا بسبب حكاية ان انت عايز تقول يا عم خلاص انا مش هبقى صديق معك يا عم انا زعلان منك. كلمات زي كلمة فيك نيوز اللي بيقولوا عليها أخبار كاذبة، ودي بدأت تظهر برضو مع موضوع السوشيال ميديا في العام 2019. كلمة زي كلمة سوشيال ديستانسينج اللي بيقولوا عليها التباعد الاجتماعي، ودي ظهرت مع جائحة كورونا ربنا عافينا في العام 2020. كلمة زي كلمة أبر، ودي بتشير إلى إن حد ناجح جدا، ودي من الكلمات اللي دخلت في اللغة وكانت انفورمال غير رسمية. تمام؟ كلمة من الكلمات اللي هي كلمة موبيد، موبيد اللي هي الموتور بايك، ودي جاية من اللغة السويدية. طيب تعالى ادي بقى كده خلاص، اللغة الإنجليزية لغة نشيطة، لغة حديثة، لغة متفاعلة مع كل ما يحيط بها من أحداث. في بعض أصحاب اللغات بدأوا يتجهوا لنقطة، وهذه النقطة أنا ضدها تماما، إنه يحدث تغيير على السبيلنج بتاع اللغة بتاعته عشان يخليها أسهل. هتلاقي المثال لده ان البرتغاليين والبرازيليين بيتكلموا نفس اللغه هما الاثنين. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البرتغال بدات تغير في اللغه بتاعتها في السبيلنج بتاعها. ليه؟ عشان تخليه زي السبيلنج بتاع البرازيل. ليه يا عم؟ لان النطق بتاع البرازيليين والكلمات بتاعتهم اسهل من اللي عند البرتغاليين، هما الاثنين بيتكلموا نفس اللغه طبعا. تمام؟ لكن الموضوع ده زي ما قلنا احنا ضده تماما في تعلم اللغه الانجليزيه. ليه؟ لان اللغه الانجليزيه زي ما قلنا وورلد وايد لانجويج، لكن اللغه اللي بيتكلمها البرتغاليين والبرازيليين لغه تفيد لغه تتناسب مع الدولتين دول بس، لكن اللغه الانجليزيه لغه عالميه ما اقدرش اضيعها واهدرها بان انا ادخل فيها تخفيف للسبيلنج، تعديل على القواعد. ليه بقى؟ لان لما تيجي تعمل ده بيدمر لغه. انا ضد الكلام ده تماما طبعا. اي حد عايز يتعلم لغه دلوقتي بيتعلم البريتش انجلش سبيلنج، مش بيتعلم الامريكا. ليه؟ لان البريتش انجلش سبيلنج هو زي ما نقول ايه الاقوى، وده طبعا اللي احنا بنفضل ان احنا نتعامل معاه. طيب نشوف الاسئله اللي جايه على القطعه، واحنا قلنا عارفين ان هم نوعين، نوع تشوز والباقي بيبقى دبليو اتش. اتس امبورتنت تو كذا تشينجز تو ذا انجلش لانجوج، من المهم ايه بقى للغه التغيير اللي بيحصل للغه الانجليزيه، بي اوير اوف، نكون على درايه بيه والا هتبقى مش مواكب للاحداث. طبعا فيها يو كان يوز ذا فيرب unfriend، كلمة unfriend تكون مش صديق، تتوقف عن مصادقة. تمام؟ to stop friends on social media اللي هي صياغة keeping in touch with، انك تتوقف عن التواصل مع حد معين على الانترنت. انا بحرك دي علشان نشوف رقم الصفحة لسه برضو ما ظهرش. طيب the German word aber، كلمة aber اللي هي دي كلمة ألمانية، دي دخلت اللغة الألمانية في اللغة الإنجليزية، دي بتديني المعنى see a new informal word in English، كلمة غير رسمية دخلت لغة الإنجليزية.
بنحرك الشاشة عشان نشوف رقم الصفحة شباب، وكمان نشوف السؤال 20. They changed the spelling of Portuguese، غيروا الهجاء بتاع اللغة البرتغالية. Because they wanted it to be، عايزينها تبقى ايه؟ عايزينها تبقى easier، اسهل. طبعا انا ضد الفكرة دي تمام. نبدأ الاسئلة دبليو كويشن، وبيقول لك why were phrases such as fake news، ليه تعبيرات زي فيك نيوز اللي اخبار كاذبة وسوشيال ديستنسنج التباعد الاجتماعي added to dictionaries recently، تم اضافتها الى قواميس اللغة الانجليزية مؤخرا. ليه؟ لان احنا قلنا because people have used them in their daily lives، الناس بتستخدمها في حياتها اليومية. طيب نروح للسؤال اللي بعده، وده موجود على صفحة 124 وده واخد رقم 22 وعلى القطعة برضه. يقول لك what has not changed about the English language according to the article، ايه اللي ما اتغيرش في اللغة الانجليزية؟ ايه اللي مش ما غيرناهوش ومش هنغيره؟ It hasn't changed to make spelling، مش بيغير السبيلنج خالص بتاعه، ودي طبعا الحاجة اللي لازم نأكد عليها، عدم تغيير السبيلنج هيضيع الدنيا. تجربة اللي فيها why do you think English uses words from other languages؟ في اعتقادك، طبعا ده سؤال شخصي ملوش إجابة في القطعة، بقول لك تعتقد ليه اللغة الإنجليزية بتستخدم كلمات أو بتاخد كلمات من لغات أخرى؟ ليه؟ لأن because English is a worldwide language، اللغة الإنجليزية لغة عالمية. And it has to be up to date، يجب أن تكون معاصرة. To be able to cope with، لكي تكون قادرة على المواكبة with the latest events، مع أحدث أو آخر الأحداث زي ما بيقولوا، التغير الدنيا دي كلها، لازم يكون اللغة الإنجليزية مواكبة، وده مهم جدا. 24 وده السؤال الأخير على القطعة، بيقول لك Do you think people should change the rules of a language to make it easier or to learn؟ Why why not؟ هل تعتقد إن الناس تنفع تغير قوانين اللغة عشان تخلي تعلمها أسهل؟ قواعد يعني؟ أنا ضد الفكرة دي تماما يا شباب. No I am against this، أنا ضد ده تماما. ما تغيرش قواعد اللغة علشان تخلي أسهل الناس تتعلمها، لا بالعكس، ده كده هتضيع مش هتبقى سهل. هقول الإجابة No I am against this، لأن ضد ده. As this will ruin the language، ده هيدمر اللغة. And leads to its death، وهيؤدي إلى موتها. الله، في لغة بتموت؟ آه في لغة بتموت من قلة استخدامها ومن الاستهانة بيها بتموت، تمام، بتبقى لغة ديد، بيسموها ديد لانجوج، لغة ميتة، تمام، زي مثل اللغة اللاتينية. اللغة اللاتينية حاليا أصبحت لغة ميتة، أصبحت في العلم فقط. ليه بقى؟ لسوء لقلة استخدامها زي ما قلت. طب نتحرك مع السؤال الأخير، مش السؤال الأخير، سؤال الترجمة. شوف ترجمة باللغة الإنجليزية، بيقول لك فيها The world is experiencing a lot of epidemics such as COVID-19. Maintaining personal hygiene in this case is a must, not a luxury anymore. شوف ترجمة بتاعة القطعة، حركة قدامك باللغة العربية عشان تبقى شايفها. بيقول لك فيها يمر العالم بالكثير من الجائحات مثل COVID-19 اللي هي الكورونا، ربنا يعافينا، فالحفاظ على النظافة الشخصية في هذه الحالة يعتبر ضرورة وليس رفاهية بعد الآن. يعني انت بقى انك انت تحافظ على نفسك ونظافتك الشخصية بقت ضرورة مش ترفيه. نتحرك مع ترجمة باللغة العربية، واللي بيقول لك فيها يعتبر التعليم في المنزل احدى الطرق التي يمكن للطلاب من خلالها التعلم واكتساب المعرفة بمساعدة المعلمين عبر الانترنت، لذلك توفر الدولة كل سبل الدعم لتمكن الطلاب من المشاركة بفعل. ونشوف الترجمة بتاعتها تبقى بالشكل ده. Home education is one of the ways with which students can learn and acquire knowledge with the help of teachers online. So the government provides all means of support to enable students participate effectively. ونروح مع السؤال الأخير في الامتحان بتاعك، واللي بيتكلم عن موضوع الإنشاء، وبيقول لك اكتب 180 كلمة عن إيه يا سيدي؟ Persuade a friend of yours، اقنع واحد من أصدقائك. Of how it's important to stay safe and healthy، بأهمية إنه يظل بأمان وبصحة جيدة. طبعا ده خطاب بتاع ده موضوع إنشائي، هذا واخد شكل النصيحة، فطول الوقت بتدي نصائح في شكل يو شود، يو هاف تو، حاجات زي كده. طبعا بما انه موضوع بيتكلم عن نصائح لحد، يبقى اللغه اللي فيه ممكن تكون لغه غير رسميه، بتتكلم انت مع صديق ليك، انت ممكن تبعته له في شكل ايميل، ممكن تعمله في ممكن يكون في شكل ايميل، لانه ده واخد شكل النصائح، ويبقى طبعا ايميل غير رسمي تبعته لصديق ليك توجه له مجموعه من النصائح. بنختم مع الشاشه كان فيها الترجمه وبعض اسئله القطع اجابه، ونقول ان الامتحان الثالث انتهى صحيح، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من امتحانات مراجعه المنهج بتاعك. ان شاء الله ننتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.